يا اخي انا حر، انت عاوز تلبسني على كيفك ولا ايه؟ سبحان الله. في ايه؟ تعال من فضلك حل لنا الاشكال ده. جنابه عايز يشتري جاكيته البيجامه ويسيب البنطلون. مش ممكن يا حضره، البيجامه لازم تشتريها على بعضها، مفيش حد يشتري نص بيجامه. شيء عجيب والله، انا مش عاوز بنطلون البيجامه، بنام كده سبور، حد شريكي؟ سبحان الله. مش ممكن يا بيه، يا تاخدها على بعضها يا تسيبها على بعضها. اما شيء بارد، هي المساله تلقيح بنطلونات؟ البنطلون مش لازمني، بنام وانا لابس الجاكيتة بس. سبحان الله. لا، المسألة دي ما يحلهاش الا المدير. المدير؟ فين المدير؟ وريني المدير. هو المدير هياكلني؟ سبحان الله. اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل. يا سلام، منفوخ اوخي زي الديك الرومي على ايه؟ طبعا، ما انت هنا المدير، تشخط وتنطر زي ما انت عاوز في عباد الله الفراشين المساكين اللي زي حالاتي. اخ، يا ما نفسي ادب صباعي جوه عينك، يا ما نفسي اجيب فنجان شاي سخن بيغلي وادلقه فوق نفوخك يا راجل، يا ناشف يا اعجف يا مجفف. بتتامر ونازل فيا تهزيق ليه؟ انت تبقى مين؟ المدير. انا في عرض النبي يا جناب المدير. هو فين المدير يا فندم؟ حلو قوي دي. هو انت اللي بتسالني ولا انا اللي بسالك؟ سبحان الله، سبحان الله. طب المدير، سبحان الله. حاضر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الساعة ونص الصبح حد يكلم حد؟ يا هو، الو، هو انت يا عصير العكننة؟ مخصوم منك 3 ايام. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فندم، المسألة وما فيها. مسألة ايه يا بعوضة؟ تصحيني من عز النوم بمناسبة ايه يا سفر؟ اتفضل اتفاهم معها بقى. صباح الخير يا فندم. صباح الزفت على دماغك يا بورس، صباح النكبات والكوارث يا ام 44. اها، ده باين عليه راجل مجنون. مصمم انك تقابله؟ هو انا هخاف منه؟ اذا كان هو مجنون انا 600 مجنون. باين. سبحان الله، سبحان الله. بونجور يا فندم، انا زكي شيف دريون. يا فندم، عندنا واحد زبون عايز يشتري نص بجامه. نص بجامه؟ ليه؟ هو نص راجل؟ بيقول ما يلزموش بنطلون البيجامه لانه بينام بالجاكيته بس. ده 100% مجنون. هو في حد في الدنيا ينام بجاكيته بيجامه من غير بنطلون؟ ده اكيد عنده خلل وهزازان في المخيخ. انا جاي حالا.